السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبابي أحبابتي في الله. فيديو جديد وأخبار جديدة خوتي خواتاتي، أجيو تشوفوا من بعد محمد ترك ما دار داك اللايف، ومن بعد ما خرج اللي في قلبه، ومن بعد ما شاف القضية حامضة وما غادي تا حاجة تصلح وتا حاجة ما غترجع كيف ما كانت، لأن مستحيل أن المياه ترجع إلى مجاريها كيف ما كيقول المثل، أمني كيكتر اليدين في الماء، ولا كيقول لك كثر غسيل اليدين في الماء ما يبقاش صلاح للشرب، كيولي صلاح غير لغسيل الرجلين. من بعد الاخوان محمد ترك غادي نحط لكم الفيديو، غتشوفوا لحظات المغادره ديالو من المغرب الى البحرين. غادي يبقى دابا غيجرب باش يرجع مع الزوجه الاولى ومع الاطفال ديالو اللي سمح فيهم هذه المده 3 سنين ما شافوهمش، دابا غيبدا يلعب دور الضحيه على الطرف الاول. خليكم اخوتي ما تزابيوش، غنحط لكم الفيديو، ولكن قبل ما نخلي لكم الفيديو كما العاده حبابي حباباتي في الله، ما تنسوش تشتركوا في القناه، تضغطوا على الزر الاحمر وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد كنزلوا على قناتي وقناتكم فضلا وليس امرا اخوتي خواتاتي، باش وما تنسونيش بلي لايك، وخليوا الاراء ديالكم لتحت في هذا الفيلم البياخ. ونرجع معكم اخوتي خواتاتي، خليكم وشوفوا الفيديو حتى النهايه. بناتك